أعلن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائمة المنتخب والتي ستخوض مباراتي السنغال والمقرر لهما 25 و29 من مارس الجاري ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. ضم مركز حراسة المرمى للمنتخب المصري كل من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل محمد صبحي، بينما ضم خط الدفاع عمر كمال وياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد فتوح، وجاء في خط الوسط حمدي فتحي دونجا وإمام عاشور وعمرو السلية ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة، بينما جاء في خط الهجوم اللاعب الدولي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي وعمر مرموش وتريزيجيه.